الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله، والحقيقه ان احنا انبسطنا جدا جدا امبارح، انبسطتوا ما بتبلاش عليكم، لسه اسرتنا مكملين. وافكركم ان احنا معانا الاستاذ ادم ورودينا ومامتهم دعاء والاستاذ سامح، ومعانا كمان الاسره الثانيه الاستاذ نور اللي هو اصلا اسمه ناير بس بنحب يقول يا نور، والاستاذ ريان والاستاذه مياده والاستاذ احمد مبروك. طيب تعالوا هنكمل لعبنا النهارده وتحدياتنا، بس قبل ما نروح في اي حته تعالوا نفتكر امبارح الاسرتين عملوا ايه في رحلتنا. جاهزين نبتدي رحلتنا النهارده؟ يا ولد على الحماس. انا لاعب مصري فزت بجائزه افضل لاعب في افريقيا مرتين. صلاح؟ طبعا صلاح. رجعنا تاني بقى ويلا بينا، حماس رهيب. هنبتدي على طول العابنا النهارده، واول لعبه معانا هي لعبه من العاب التسعينات، يعني لعبه كنا احنا بنلعبها واحنا صغيرين بابا وماما وانا. اوكي، ليه بقى بنلعب لعبه من دي؟ عشان نوريكم واحنا صغيرين كنا ازاي بنعرف نلعب ونستمتع بوقتنا. هل انتوا جاهزين للعبه دي؟ جاهزين. عارفين لعبه طبعا الكراسي الموسيقيه؟ ايوه. ماشي يلا بينا على طول، هنسمع مزيكا وهنبتدي على طول بقى، كل واحد يتاخد ياخد مكانه كده. يلا ايوه نقف ورا بعضينا كده حلوين تعمين لزاز، ونقول ريدي ستادي جو. يلا. اوه اوه بس بس نور ايه ماسك في بابا ايه؟ يا سلام يا سلام، المزيكا هتقف على سهل فجأة فجأة. مين طلع؟ يلا يا بابا خد كرسيك واطلع يا سامح. اللي بعده. يا سلام يا سلام، اول اب راح مننا. يلا بينا نقف مكاننا، مبسوطه في باباكي. يلا يلا ريدي ستادي جو. اتحركوا اتحركوا لغايه ما المزيكا ايه تقف. ايوه 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 لسه لسه لسه. ايه ده انت بتقعد بمزاجك؟ كمل امشي بقى، انت امشي بقى يا استاذ ايه. ايه ده يلا اقعد يا ريان بسرعه، امشي يا استاذ ايه. عارف ليه؟ عشان كنت بتخم. يلا بينا. شايفاك بنصفصف الاسره بتصفصف، فاضل اتنين من الاسره دي نكمل مع بعض. ريدي ستادي جو. اتحركوا يلا. لسه بنتحرك. الله لا لا لا. يلا يا نوني خد كرسيك واطلع بره. يلا هتعرف تشيله؟ ممكن نساعده. يلا بابا يساعده ونرجع مكاننا ونستنى بابا. يلا يا بابا ارجع يا بابا مكانك بسرعه. ريدي ستادي بنقل جامد اند جو. يلا اي اي يلا. مين مين اللي هيطلع المره دي؟ مين يا ترى من الاسرتين؟ بنصفصف يا جماعه بنصفصف يا جماعه. مش ممكن الامهات ايه ايه مش ممكن. شايفاكي
شايفاه؟ يلا يا روزي. مش ممكن، سبتوا ماما لوحدها. يلا عندنا ام واحده من الاسره دي، وهنشوف بقى مين اللي هيكسب في الاخر. يلا جو. ايوه ايوه، ما حدش وقف، ما حدش وقف. مش عايزاكي تبي حاسه ان انت لوحدك، مش عايزاكي تبي حاسه ان انت لوحدك. يلا يلا روحي على اسرتك، روحي هتفطستي الولد، روحوا. معلش يا ريان، اما نشوف بابا ولا ماما ولا ريان، اسره واحده اللي مكمله. هيا بنا، ريدي ستادي جو. الله، بابا ولا ماما ولا ريان، بابا ولا ماما ولا ريان، بابا ولا ماما ولا ريان. بابا بيحاول. ماما ماما خليتها مناظرها، خدي الكرسي يا ماما. يلا بابا ولا ريان، ريدي ستدي جو يا ريان. شكل ريان هو اللي هيكسب. نركز بقى، نركز بقى ريان، نركز نركز. بابا بلاش الحركات دي يا بابا، نركز يا ريان. بابا بيخم. يلا يا بابا. هو اللي جاب الكرسي. يلا نرجع تاني. يلا بابا ولا ريان، لسه بنقول بابا ولا ريان من غير ما نوقع بعض. يلا بينا، ريدي ستيدي جو. ايوه ما توقعوش بعض. بابا ما تخمش يا بابا، شايفه؟ ماشي. وهاخد كسب ريان. برافو ريان، تعالى هنا. ايه الشطاره دي؟ ريان اللي كسب في لعبه التسعينات رغم ان هو طفل من اطفال الالفينات. يلا بينا على طول نروح على العاب التحدي بتاعتنا. التحدي اللي بموت فيه بقى، علشان كله بيطلع غله في كله بقى من الاسرتين. يعني احب اسال طبعا الابهات، ايه احساسكم انتوا قاعدين زي الاسره كده؟ متعذبين. اهو متعذبين. متعذبين؟ لا ده لسه، انتوا لسه شفتوا حاجه. انتوا احساسكم انتوا هترموا الكور كده؟ فرحانين طبعا. مستمتعين طبعا. مستمتعين وفرحانين، ده ايه اللذيذه دي؟ طيب يلا كل واحد جاهز؟ واحنا جاهزين نشجع؟ ايوه ايوه. وانتوا جاهزين تجيبوا الكور؟ ايوه. طب يلا بينا، اتفضلي اتفضلي، ونبتدي على طول بالفريق الاحمر. قول واحد. يلا استقبل، احتفي. انت خايفه؟ برافو برافو على الاستقتال. يلا واحد. الله 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 الله، برافو. يلا يلا نجيب الكوره، الكوره اهي، اديها، هات الكوره. برافو. يلا اثنين. الله 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 الله، برافو. اثنين. حاسب، ما تعديش قدام الكوره، اخبطي على طول. يلا اضربي. ثلاثه. الله الله، ايه يا نور، ايه يا نور. ثلاثه. الله الله، ماشي، هات الكوره. أربعة. يلا أربعة. الله الله، أنت بتشدي. يلا أربعة. الله 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 الله. خمسة. حلوة في العرضة يا ولد. خمسة. يلا مفيش ولا كورة دخلت. ستة. نركز. الله 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 الله، إيه يا ماما ده؟ يلا الله يا ماما. يلا يلا خدي الكورة. سبعة. أيوة برافو، أنت خدي الكورة دي لماما بسرعة. سبعة. الله يلا. ثمانية. ثمانية يا ولد، ثمانية. يلا ثمانية يا نور، ما ترك يا نور. ماشي يلا. تسعة. تسعة. أيوة برافو. ها برافو. عشرة، آخر كورة وآخر فرصة. ها الله عليها، بتديها له، بتديها له هي كلها أمل. عشرة. يلا هتخش ولا إيه؟ هتخش ولا إيه؟ برافو. ولا حد دخل أي جون في التاني، وبكده هنضطر ان احنا نخش على التحدي التاني. رجعنا تاني لتحدي مختلف وجديد، وهنشوف بقى مين في الاسرتين اللي هيكسب التحدي ده، لان الاسره كلها بتشارك في التحدي ده. تعالوا نشوف مين ممكن يكسب معانا المره دي. جاهزين؟ جاهزين. تحدي الجردل ده هنشوف اكتر كور هتبقى عند مين فيكو. اوكي، الخسائر مش في صالحكو. يلا ريدي ستادي اند جو. يا نهار ابيض، يا ماما يا ماما. ماشي يلا يلا، برافو برافو. الله الله، برافو برافو. ماشي يا سلام. ايوه تعالى يا استاذ ادم، تعال تعال يا استاذ. تعالوا نعد بقى كور، تعالوا نعد بقى هنا، وتعالوا بقى نعد هنا. تعالوا كده وقفوا جنبي كده.
كل واحد يمسك الجدل ده. ماشي. مين ده بتاع مين ده؟ ده بتاعي. ده بتاعك. يلا تعالى بقى اقف هنا جنب، امسك الجدل الفاضي ونعد مع بعض. ماشي. خد مني الجدل الفاضي. شد يلا شد. ايوه يلا نبتدي نعد هنا. الفريق الاحمر يلا امسك امسك. واحد عدوا معايا. اثنين. لا لا انت بتخلص. بس 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 بس. ثلاثة. أربعة. ماشي ماشي. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. برافو. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. للفريق ده. تعالوا نشوف الفريق ده شكله كده. شكله كده اقل. وكنت شايفاكي اللي انت بتحاولي تعمليه. يلا. واحد. تعالى كده يا دودو. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. احنا اللي كسبنا. يا نهار ابيض كسبتوا بكوره واحده بس. يا نهار ابيض. يلا بقى نلم الكور اللي انت عملتيها دي عشان احنا بنلم ورانا يا حلوه انت. وتعالوا احنا بقى نحضر ونروح لتحدي جديد. يلا بينا مع بعضينا هنلم ونرجع لكم تاني على طول. اخر تحدي بقى معانا النهارده هو التحدي المفضل لدى فرقعه البلالين. كل فريق واقف ومعاه الدارتس بتاعته. كل واحد هيبقى بينشن على البلالين. اللي هيفرقع بالونتين هيتحرك خطوتين. محدش هيتحرك غير لما اقول له. اوكي جاهزين ريان وادم؟ ايوه. جاهزين قصارهم يشجعوا؟ أيوة. طب يلا بينا. ريدي ستادي جو. الله برافو ريان. الله ريان هيتحرك خطوتين. برافو ريان. الله يا ريان. برافو برافو. ما تتحركش ما تتحركش يا ادم غير لما تعمل الثانيه. ريان اي اتحرك خطوتين يا يا ادم. يلا ايوه اثنين بس اثنين بس. ايوه كده يلا. يلا اتحرك خطوتين بس. هنا هنا اقف مكانك. يلا يا ريان. برافو. يلا يا ادم. برافو. يلا يا ادم خطوتين يا ادم خطوتين يا ادم. يلا الله خطوتين يا ريان. مكانك 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 خطوتين ادم. يلا يا ادم. الله ريان يا جماعه بطل. بينا نروح على البلاي ستيشن نشوف بقى مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. مش عارفه انا بقى ليه كل ما نيجي نسال الاسر مين هيلعب بلاي ستيشن يقوموا منقيين الابهات على طول. هل ده معناه ان انتوا ليل نهار بتلعبوا بلاي ستيشن؟ ليل بس مش ليل بس من نهار شغل. نهار شغل وليل بلاي ستيشن. الاجازات ساعات الليل. ساعات الليل. ده اصحابكم بقى ولا ايه؟ اصحابنا اكيد. طب ما بتلعبوش مع اسرتكم؟ ما جربتوش تجربوهم؟ بيجبرونا نخسر يعني. انا عن نفسي لو كسبت مش هبقى. مين بالظبط اللي بيجبرك تخسر؟ الاولاد. الاولاد. همشيها الاولاد. انا ما اقدرش اكسب. همشيها الاولاد. لو كسبت مش هبقى في البيت. بجد؟ مش هقدر. شجاع. قالها اسرع. هدوبك من غير عشاء بس. الله. ما انت ما جربتيش خالص. طب بتتضايقوا ان هم بيلعبوا بلاي ستيشن كتير مع اصحابهم؟ لا مش تمام. مبسوطين قوي. طيب انتوا هتلعبوا النهارده حضرتك اخترت فريق ايه؟ ليفربول. عشان ليفربول صلاح. الله اختيار موفق. تشيلسي. تشيلسي ماشي. بتحب طريقه لعب. ايوه شخص كده مختلف وربنا يستر وربنا يسهل. يلا بينا نبتدي. هتشجعوا ولا ايه؟ يلا بينا. الله ابتدت المباراه. ابتدت سخنه المباراه. ابتدت سخنه المباراه. الله الله كده. الكرة مع مين؟ الكرة مع ليفربول. الاصفر تشيلسي الازرق.
نكمل ليفربول هو اللي ايه؟ هو اللي متمكن ليفربول مسيطر على الملعب وطبعا كل الناس اختاروا ليفربول عشان محمد صلاح وانا كل مره اشجعهم هم يلا برافو واسطه طبعا واسطه مضمون ليفربول بيدور على محمد صلاح محمد صلاح جه اهو يلا يا مو ايوه يا مو الله حلوه يا ولد اي حاجه صلاح بيعملها بس مفيش ولا فين الكوره مع ليفربول بيلعبوا بعض هم فين تشيلسي فين ايه مفيش بابا ما خدش الكوره صلاح مع الكوره هوبا شوطه لا دفاع قوي ده ايه الحلاوه دي الله يا صلاح الله يا صلاح الله يا صلاح النفاس يا صلاح النفاس يا صلاح الله يا صلاح ايه ده بقى رجعت له تاني يلا بقى حد يجيب جول يلا لا 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 هدمه حلوه الهدف حلو مفيش انت متاكد ان حضرتك بتلعب مفيش ما جوش ولا ايه ليفربول بيلعب نفسه وتشيلسي ما جاتش لغايه النهارده ايه متعشين ايه تشيلسي كره مع ماني الله اكبر الله 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 ولسه انت ما لعبتش طب اهو انا شايفه اهو يلا وريني بقى انا عايزه اشوف اهو ركنيه لتشيلسي بابا يلا يا بابا يلا يا استاذ سامح يلا يا استاذ مبروك عايزين جون واحد يا جماعه جون لليفربول او لتشيلسي يلا نشد حيلنا صلاح بتفعل خير يلا جون ماني جاب جون ده مش صلاح ده ماني كان صلاح الاسيست ايوه صلاح الاسيست طبعا يلا يا نور يلا يا نور ليفربول برضه لا تشيلسي بقى يلا هجمه لتشيلسي فرصتك بقى برافو كان في اوبا تعادل يلا في خطا في هجمه خطر يلا يا تشيلسي ما تخليش نوري يقطع عليك يا استاذ مبروك نركز ليفربول يركز الله حلوه يا تشيلسي ايوه الشوط الثاني حاجه ثانيه وحاجه رهيبه يلا صلاح مع الكره جول ليفربول برافو فريقنا برافو نور وشه حلو على باباه تكمل 2-1 استنى نقول لك عشان يخش جول تاني ليفربول مصمم على الفوز رغم كل الحاجات والتأثيرات الخارجية استاذ مبروك محطوط تحت ضغط من نور ولكن مركز يا ترى تشيلسي مركز وهيرد التعادل الله اكبر 2-2 يا جماعة رد سريع مريع ايوه كده هجمه ضعيفه تاني نجمد الرجل بقى نجمد الصوته يلا حلو قوي صلاح بقى صلاح الله وعملها صلاح فخر العرب محمد صلاح ليفربول برافو تعالى يا ادم هنا جنب بابا يمكن يجيب جون ليفربول شكله هيكسب يا جماعه يا ترى الوقت هيسافر يا ترى هنتعادل تشيلسي في موقف خطر يلا يا استاذ سامي مع الكورة تشيلسي مش ساكت واضح ان ادم وقفته جنب باباه مأثر عليه هجمة خطر يلا بقى حلو مرتدى ليفربول محمد صلاح تاني قطع برافو استاذ تامر مركز جدا عشان ادم جه وقف جنبه غالبا اداله حماس رهيب يا ترى هيتعادلوا ليفربول شكله بيضيع وقت وده مش في صالحنا ليفربول لعبوا يلا لازم تشوفوا يا جماعه هذا الوقت صغير جدا تقتلني يا جماعه ماني وصلاح خطر مع بعض خطر اخر هجمه
اخر هجمه اخر هجمه يا بابا يلا الله 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 يا بابا هارد باك تشيلسي هارد باك تشيلسي برافو ليفربول وبكده يبقى كسب معانا ليفربول لا خلص الماتش طب احنا ايه احنا ماتش بجد يلا بينا نروح نلعب كونكت فور ونشوف بقى هنعمل ايه في اللعبه اللي جايه بقى لمعاد الكونكت فور وطبعا عندنا كونكت فور كبيره زي ما انتم شايفين تعرفوا تلعبوها الصغيره يعني بس شكلنا هنعرف نلعب في الكبيره اتليست يا رودينا ماشي هنحاول هنشوف بقى هل رودينا وريان برضو هيتعادلوا ما فيهاش تعادل دي بس يعني هيقربوا من الفوز ولا حد هيفرق عن التاني بنقاط كتيره هنشوف ده بقى دلوقتي حالا كده ونبتدي نجهز بقى وكل واحد يمسك كورته واحنا هنلعب واحد واحد عشان نشوف التكتيك بتاع كل واحد ونبتدي على طول بريان يلا ريان الله ما بره يلا يا رودين ايه يا رودين ماشي بره خالص استدي عصافير يا رودين يلا يا ولاد يلا اللي بعده الله يلا يا رودين يلا يا ريان قصدي ريان مفيش ريان اول كوره دخلت عند ريان يلا يا رودين برافو يا رودين تاني كوره اول كوره دخلت عند رودينا قفلت على ريان يلا يا ريان ابتدينا نسخن اهو في نفس الصف بننزل اوكي يلا يا رودينا يلا حلو قوي يلا ريان برافو ليه نفس رودينا ريان بيكون اهو عارف يا ريان لو ما كانتش اللي في ورودينا بتكون برضو شكلنا كده حد فينا ايه قرب الله 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 يلا يا رودينا الله 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 نصطاد عصافير ولا ايه ماشي يلا يا ريان الله 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 راحت دخلت ريان برافو فاضل اتنين يا انت يا ريان يا رودينا يلا يا رودينا مفيش رودينا يلا يا ريان ماشي دخلت هنا قفل عليكي من هنا هنشوف مين اللي هيدخل في اتنين في النص يلا يا رودينا ايوه يا رودينا الله يلا يا ريان شكل ريان هيعملها شكله عملها يا ولاد فاضل له واحده ويبقى كسبان يلا يا رودي يلا يا رودين اقفلي عليه اقفلي عليه شكلها هتقفل عليه يا جماعه قفلت عليه يا جماعه مش ممكن يلا يا ريان قفلت عليه ريان ما بيهموش يلا يا رودين بسم الله يلا يا تي برافو يا رودين شطاره ايوه يلا يا ريان يا رب ايوه يلا يا رودينا يا اختي دخلت داخله شكلها داخله والنبي داخله وفاضل لك واحده يا رودينا وتكسبي حاول تقطع عليها برافو قطع عليكي قطع عليكي قطع عليكي اللعبه قويه جدا جدا يلا يا رودينا يلا يا رودينا ايوه برافو هنكون صف تاني شكلنا هنكون صف تاني يلا يا رودينا يلا يا رودينا رايحه فين دي فاضل لك واحده يا رودينا فاضل لك واحده يا رودينا رايان هيحاول يقطع عليكي بس لو جبتيها هتكسبي يلا يا رودي يلا يا رودينا الله ماشي راحت في حته نزلت في مكان تاني نزلت في مكان تاني معلش برافو قطع عليكي قطع عليكي قطعه وحشه بس عندك فرصه هنا حاولي تجيبيها هنا يلا 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 ايوه راحت في حته تانية لا ريان نحاول نكمل عندنا فرص كتيره يلا يا رودين يلا يا رودين فاضل لك فرصه لو جبتيها ماشي بنكون حلو مش وحش فاضل لك كره هنا وكره هنا يا رودين شايفاهم لكن ريان قطع عليكي الكره دي فاضل لك واحده هنا يا رودي يلا يا رودين مفيش برافو ريان ايه مين هيكسب فيكو؟ موضوع مفاجئ جدا، يلا يا رودين حاولي تجيبيها في اخر واحدة يا رودين لو جبتيها هنا هتكسبي، يلا يا ريان. يلا يا ريان، ايوه. حد هيفاجئني وهيكسب فجأة، يلا يا رودينا. بنكا رودين
رودينا كسبت وعملت اول اربعه هم ورا. يا سلام يا رودينا يا سلام. ماشي خلصنا الكونكت فور. معلش هارد لك بقى يا ريان. رودينا اللي كسبت في كونكت فور. يلا بينا على طول نروح نسمع حدوته حلوه من يحيى وكوس. اهلا بيكم يا صحابي وصحباتي. دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز وسينو في مصر القديمه. يلا يلا بينا نشوف. يا اسناني كلها من اكل الحاجات الحلوه. لما اخف مش هجيب حاجات حلوه تانية ابدا. كل مره بتقول كده يا يحيى، ولما بتخف بترجع تاكل شوكولاته كتير. تفتكري العلاج اللي بابا اداهوني ده يا كنوز يخلي اسناني تخف؟ اكيد، انا سامعاه بيكلم الدكتور وهو اللي قال له يحيى لازم ياخد العلاج. ما انا قلت لك يا يحيى كنت هعرضك على طبيب شاطر في كيمت. قول لي بقى مين الطبيب اللي كنت تقصده؟ الطبيب ام حطب مؤسس الطب في مصر القديمه. انا عارف الاسم ده كويس. مش ده كان المهندس اللي بنى الهرم المدرج في عهد الملك زوسر حاكم مصر في العصر الاسره الثالثه؟ هو مهندس ولا طبيب؟ انتوا حيرتوني. زمان يا كنوز طريقة التخصص كانت مختلفة عن عصركم الحالي. في أشخاص قدروا ينجحوا في أكتر من مجال ويحققوا إنجازات كتيرة وكبيرة. وزي ما ام حطب كان مهندس عظيم، كان برضو من أوائل اللي اهتموا بمجال الطب وتحضير العلاجات المختلفة. أنا كل اللي أعرفه عن الطب في مصر القديمة هو إن كان عندهم سر كبير وهو سر التحنيط. التحنيط سر كبير لكنه جزء من اللي توصل إليه أطباء كيمت. الأستاذ عصام في مرة قال لي في حصة التاريخ إن المصريين بيمارسوا الطب من 4000 سنة قبل الميلاد. نقدر نقول إن الطب في كيمت كان الأساس اللي بدأ من بعده أي تطور. الطب في كيمت كان من العلوم المميزة واللي ليها أهمية كبيرة عند ملوك وشعب كيمت. أطباء كيمت قدروا يشخصوا أمراض العيون والأمراض الجلدية، واهتموا جداً بأمراض النساء والأطفال ومشاكل الأسنان. علاجات كتير في العصر الحديث متوافقة مع وصفات عرفها المصري القديم من آلاف السنين وبقت أساس لعلم الطب الحديث. الطبيب في كيمت قدر يوصل لعلاج للربو ومشاكل المعدة، ده غير قدم وصفات استخدمتها نساء كيمت في الزينة. ايه ده معقول؟ المصري القديم عرف التجميل؟ البداية الحقيقية لتطور المجال اللي اسمه تجميل كان من عند أطباء كيمت اللي استخدموا النباتات ودهانات الحيوانات والزيوت المختلفة لصناعة مستحضرات للبشرة والشعر وصناعة الروائح العطرية المختلفة. علشان كده المعابد المصرية القديمة كان عليها نقوش كتير لسيدات بيستخدموا الزينة ومساحيق التجميل. مش بس كده يا كنوز، دول قدروا يعالجوا الجروح والكسور ويعرفوا نوع الجنين. الأطباء في كيمت استخدموا الشعير والقمح لمعرفة نوع الجنين عن طريق اختبار بيتم على الأم قبل الولادة بشهور. طيب وسر التحنيط؟ التحنيط كان له أهمية كبيرة عند شعب كيمت لأنه بيساعد الشخص يوصل للعالم الآخر بنفس شكله اللي كان عليه في عالمه. وعشان كده كانوا بيخلوا قلب الإنسان في مكانه لأنهم مصدقين إنه هيرجع للحياة من تاني. الحكاية دي حلوة قوي. أنا هروح أجيب شوكولاتة ناكلها وإحنا بنتكلم. سنانك هتوجعك تاني. لا خلاص أنا خفيت. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ بمناسبة الطب في مصر القديمة، مين هنا عارف أشهر طبيب أسنان في كيمت؟ ام حطب. ام حطب كان طبيب عظيم، لكن أنا أقصد هنا هانتي راع واللي كان متخصص في علاج الأسنان وكان لقبه طبيب الأسنان العظيم. ودلوقتي يا أصحابي فقرتنا خلصت، استنونا في فقرة جديدة ورحلة سعيدة.
بقى الفقرات واحلى الاماكن في رحلتنا اللي بحبهم مطبخنا الحلو جدا ده. طبعا انا عايزه اقول حاجه لكل المشاهدين بتوعنا، احنا كل مره في كل رحله يعني بنعمل طبخه بسيطه جدا عشان انتوا كمان تعرفوا تجربوها في البيت، والحاجات بتاعتنا بتبقى سهله جدا جدا جدا. جوعتوا؟ اه بذمتكم جوعتوا؟ طب انتوا بتساعدوا ماما في المطبخ ولا مش دايما؟ لا بنساعدها. انت بتساعديها يا رودي؟ تعرفي تعملي ايه؟ انا مش بعرف سلطه وحاجات كتير. سلطه وحاجات كتير، اوكي. وانت؟ مش بعرف. مش بتعرف؟ طب ايه رايك اعلمك حاجه لذيذه جدا تساعد بيها مامي؟ ايه رايكم؟ طيب احنا النهارده عندنا سلطه جرجير اللي هي مفيده قوي 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 ولذيذه قوي قوي قوي، وعندنا عصير برتقال اللي هو مهم جدا جدا في الشتاء. الاستاذ ادم والاستاذ نور هيعملوا لنا العصير، والاستاذ رودينا والاستاذ ريان، ايوه من عارفه، هم اللي هيعملوا لنا السلطه الحلوه بتاعتنا. قبل اي حاجه انا عايزه اقول لكم ان احنا النهارده هنعمل سلطه الجرجير. الجرجير بتاعنا بقى يا اولاد احب اقول لكم ان احنا لو عايزينه دايما يبقى فريش، مهم جدا 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 الحاجات الخضراء ان احنا نجيبها نغسلها كويس قوي 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 قوي، ونحطها في فوطه مبلوله ونحطها في الثلاجه لو احنا عايزينها تفضل فريش اطول وقت ممكن، ممكن تقعد معانا كذا يوم كاننا لسه جايبينها بالظبط، وده اللي حاصل مع الجرجير بتاعنا. طبعا احنا غسلنا ايدينا وهنبتدي بقى على طول نعمل ايه، نحط المكونات على بعض. انا هسيبكم انتوا تحطوا مكونات على بعض وهنروح نشوف عصير بقى البرتقال بيتعمل ازاي. يا اساتذه عصير البرتقال مهم في الشتاء ليه؟ مهم جدا ان احنا ناخد حاجات فيها فيتامين سي، وخاصه في الشتاء فصل الامراض. استنى انت تصب الليمون عشان هنعمل برتقال وليمون، فيتامين سي وفيتامين سي، وانت تصب الايه برتقال. نشوف هنا بقى السلطه الاول. يلا نشوف هنا بقى السلطه اخبارها ايه. حطينا خيار مقطع، وحطينا كمان، حطيتوا ايه قولوا لي؟ حطينا طماطم. حطينا طماطم وحطينا بصل. بصل مهم قوي البصل. والجرجير لا ما حطيناش جرجير، حبه حلوين عايزين نحط اكتر. احنا متفقين يا جماعه ان السلطه كل ما الالوان بتاعتها زادت كل ما الفوائد بتاعتها زادت، وخاصه بقى سلطه الجرجير، لان الجرجير مهم جدا ومفيد جدا جدا للشعر وللضوافر وللجلد وللجسم وحاجات كتيره جدا جدا جدا. طيب احنا لسه لا 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 انا اقول لكم هنعمل ايه ده، حطوا بس الجرجير، حطوا بقيه الجرجير، دي سلطه جرجير، حطوا كل الجرجير. ايه اللي لا؟ انت بتوفري لنا. انتوا عملتوا ايه هنا؟ حطينا عصير ايه؟ شويه ليمون مع شويه برتقال، ممكن نحط شويه برتقال كمان عشان يبقوا اكتر من ليمون، ايه رايكم؟ ماشي. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ نحطه هنا. لا استنى استنى، امسك السكر انت يا استاذ ادم، نحط ايه مثلا؟ ثلاث معالق سكر كبار. يلا عملنا ايه هنا؟ لا ما بالك بس حطينا ايه بقى؟ قولي لنا حطيتي ايه؟ هقول انا المكونات. قولي المكونات. حطينا طماطم. طماطم. حطينا ايوه جرجير. جرجير وبصل وجزر. وبصل؟ لا مفيش جزر، ما حطيناش جزر، حطينا بصل وخيار وطماطم وجرجير اللي هو الصغير ده. ماشي استنى استنى، حطينا بقى الحاجات الحلوه دي. عايزه اقول لكم ان السلطه دي مفيده جدا جدا يا اولاد كمان عشان فيها اوميجا 3. ايه رايكم انتوا تقعدوا تقلبوا ده وانا اعمل الدريسنج؟ الدريسنج بقى بتاعنا، الدريسنج بقى بتاعنا. لا مش هنحط شويه شطه هنا، هنحطها في الدريسنج. الدريسنج بتاعنا ايه بقى؟ نركز مع بعض، نركز مع بعض. هنحط، بصي بقى، بصي يا استاذه رودي، هنحط ليمون. ليمون برافو. ونحط كمان خل. خل برافو. بنعمل الدريسنج بالصوص اللي هيتحط على السلطه. هنحط ايه كمان؟ ده ايه؟ هنحط دبس رمان. دبس رمان. ايوه هاتي الدبس رمان ده كده. ايوه حطي هنا. شكرا على المساعده الجميله دي. وفي كمان حسبي حسبي حسبي. ايوه مهم قوي بقى ناخد بالنا واحنا بنحط الحاجات ان احنا ما نوسخش الترابيزه، ولو وسخناها لازم ننضف بعدها. طبعا هننضف بعد ما نخلص، بس هنحط بقى شويه فلفل وشويه ملح اللي انت عايزه كنت تحطيهم عشان يدوا طعم حلو. طب احنا خلصنا. ماشي. وشويه شطه. صغننين قوي عشان اطفال اللي ما بيحبوش الشطه، بس الشطه مفيده حبه صغيرين. وشويه ايه بقى؟ عارفين مين عارف ايه ده؟ اجي 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 ده اسمه سماء. سماء بيدي بقى طعم ما اقولكوش. نحط شويه سماء حلوين، اوكي؟ ونبتدي ممكن معلقه يا دايما نبتدي نقلب الدريسنج ده كويس جدا. انتوا خلصتوا؟ ماشي. احنا هنحط ده بقى هنا ونقوم حاطين ايه؟ استنى استنى ما تشغلش، لازم نتاكد انه ما
محطوط مكان. يلا بس كفايه كده كفايه كده، احنا اوريدي ايه عاملين. لا لا لسه لسه بس خلاص شكرا. العصير بتاعنا جاهز، تعالي بس ايه روقي معايا، روقي مهم نروق. حطي كده ايه الكوبايات دي تحت كده عندنا، برافو، مهم قوي نروق يا ولاد. لازم نروق مكاننا. اه لازم نروق مكان. انتوا مين اصلا، مين بقى، مين بقى مثلا بيروح لتيتا تعمل له اكل حلو قوي مثلا؟ مثلا انا قبل كده انا بره، وانا بردك بروح بجد. طب استنوا عشان نسمع بعض. ريان بتحبي اكتر حاجه من اكل من ايد تيتا؟ لسان عصفور. لسان عصفور. وانا لسان عصفور. وانت يا استاذه رودينا؟ انا بحب جدو بيعملها حراقه. جدو؟ اه. وتيتا؟ انا خلصت يعني، تيتا بتعملها بردك حلو وحراقه. اوكي، وانت يا استاذ ادم بتحب ايه من تيتا؟ كيكه طبعا. الكيكه طبعا يا سيدي، على الكيكه بتاعت تيتا. وانت يا استاذ نور؟ برضه لسان عصفور. برضه لسان عصفور، ده واضح ان تيتا بتاعتكم بتعمل لسان عصفور خطير. طيب احنا هنا خلصنا الدريسنج بتاعنا. احنا خلصنا. ايوه استنى بقى، استنى بقى نعمل السلطه. هنعمل كده، بصوا بصوا بصوا، هنعمل ايه الدريسنج بتاعنا كده اهو. احنا كان عندنا عين جمل يا ولاد صح؟ اه. راح فين؟ هتروح عشان نزين بيه. احنا شكلنا ناكل. حطي بقى شويه كده عين جمل من فوق. ايوه كده. ماشي. كده خلصنا. ايوه. ايوه حطي حطي انت. ليه بتخافي تحطي؟ حطي حبه حلوين. عين الجمل مفيد جدا، مكسرات مهمه جدا، بتدي طاقه. عشان هو كده هيتبل. واوميجا 3. طيب. احنا لا مش هنقلبها. خلصنا كده السلطه هنا، انتوا خلصتوا العصير هنا؟ ايوه. يلا نصب العصير بتاعنا. كوبايه. يلا كوبايه اهي، نصب العصير كده. هيبقى طعمه حلو صح؟ هيبقى طعمه حلو، هندوقه حالا. انت اللي عامله يا استاذ نور، فاكيد هيبقى طعمه حلو. بس السؤال الاهم بقى، هتعملوه في البيت؟ ما اه عرفتوا مش ماما اللي تعمله، انتوا اللي عرفتوا تعملوه ازاي؟ ايوه. وانتوا عرفتوا تعملوا السلطه دي ازاي؟ اه. ماشي. يعني هيجيبوا لنا برتقال. اه. وهيجيبوا عصر حب وليمون وشويه سكر بس. إيه. موضوع سهل سهل جدا، ممكن نحط دي هنا دلوقتي اه وندوق بقى. دوق العصير اللي انتوا عملتوه، اتفضلوا كده، وانتوا دوقوا السلطه بتاعتكم. ممكن تجيبي معلقه. واحب اقول لكم ان احنا كده نبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا النهارده. وبما اننا بقى جبنا سيره تيتا ولسان عصفور بتاع تيتا وكيكه تيتا، تعالوا نغني اغنيه حلوه قوي 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 لتيتا. يلا بينا. We'll be right back.